الجلابية البلدي دايما تلاقيها دايما هي بتاعتها دايما بتبقى واسعة. لا اليوم حلو ورجع لنا كده ايام حلوة بتاعت زمان. في تحزيب وفي بيلي وفي نط الحبل وفي الاولى شارك بزي الصعيدي. الانجلابية البلدي دايما تلاقيها دايما هي بتاعتها دايما بتبقى واسعه، تبقى نازله دايما على واسع زي من الازياء الشعبيه المعروفه. استعدينا بتحمس كلنا انا وزمايلي واشتغلنا اهو، الشغل باين الحمد لله. انا قررت اشارك منها عشان دي من زي من الازياء الشعبيه، لبس فلاحي. الاكسسوار والالوان بتاعتهم بتبقى دايما لونها فاتح يعني، والالوان حلوه يعني. لا اليوم حلو ورجع لنا كده ايام حلوه بتاعت زمان. احنا النهارده كفني تشكيلي شاركنا في الرسومات، والرسومات كمان اللي مرسومه على الارض وكازياء، فقررنا ان كل واحده هتلبس حسب بلد مختلفه او محافظه مختلفه، يعني حاجه نخرج بيها طاقتنا كده ونلبست قبل ما نخش على الامتحانات. احنا جالنا كشف ب14 لعبة شعبية. بدأنا نقسم الساحة لكل لعبة يبقى فيها زي بارتيشن كده، وبعد كده خلينا القسم المختص اللي هو الفن التشكيلي بيعمل لوحات بكل لعبة وازاي اللعبة بتتلعب. في كشف كمان لشرح كيفية ان احنا نلعب اللعبة ازاي. بدأنا من حوالي اسبوع بدأنا ننظم اليوم. اكتر حاجة ركزنا عليها في اليوم اللي هو التنظيم، ان كل لعبة بتكون منظمة وازاي بتتلعب وازاي نقدر نخلي الطلبة يقدروا يلعبوها ويقدروا يتبسطوا ويخرجوا من ضغوطات الدراسة، لان احنا عندنا امتحانات كمان اسبوعين ده بنعمله كل سنة، ويعني المعهد مشهور جدا باليوم ده. احنا بندعم اي نشاط طلابي لانه ده بيخرج الطاقه اللي موجوده عند الشباب. انك انت تعمل نشاط مختلف عن الانشطه، انك انت تدرس محاضرات او انك انت تمتحن. طالب بيجي من الصبح من الساعه 9 الصبح ما يمشيش قبل الساعه 10 11 بالليل، يعني يومه كله تقريبا بيبقى موجود داخل الاكاديميه، فده بيدي انتماء ويدي حب للمكان اللي هو فيه. فاحنا طول الوقت بنحافظ على فكره الانتماء والهويه. الطلاب عندنا في معهد الفنون الشعبيه بيعرفوه بشكل نظري، انما كمان ان هم يعرفوه بشكل عملي مش بس كده ويمارسوه، اعتقد ان ده هتثبت في دماغهم الفكره بشكل كبير. انت كده بتخرج كل الشحنة السلبية اللي عندهم في شيء ايجابي، هيخش الامتحان بقى فريش كده. توقيت كمان كان مهم جدا بالنسبة لنا انه يبقى قبل الامتحانات.